بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ والتلميذات في مقطع آخر من سلسلة تصحيح امتحانات الوطنية لمادة علوم الحياة والأرض، طبيعة الحال الثانية بكالوريا، المسلكين بجوج، مسلك علوم فيزيائية خيار فرنسية ومسلك علوم الحياة والأرض خيار فرنسية. دونك اليوم وصلنا للتصحيح ديال الامتحان الوطني ديال سنة 2017 ديال الدورة العادية، بعد ما صحنا سنة 2016 الدورة العادية والدورة الاستدراكية. دابا عندنا آخر تمرين في الدورة العادية ديال سنة 2017، وهذا التمرين هذا هو تمرين خاص بالوحدة ديال الجيولوجيا، ويقدروا يستافدوا منه التلاميذ ديال مسلك علوم فيزيائية والتلاميذ ديال مسلك علوم حياة الأرض كذلك. دونك نبداو على بركة الله. الوغ بسم الله، نقراو لينونسي ديال هاد ليكزارسيس التالت اللي عليه خمسة ديال النقاط. قالوا لنا لو كاراكوريوم اي اون شين دو مونتاني سيتوي دون لو نورد ويست دو ليمالايا. قالوا لنا سيدي هاد لو كاراكوريوم هما واحد السلسلة ديال الجبال اللي كتواجد لنا في الشمال الغربي ديال الهيمالايا، سيتون دو نورد دو باكستان جوسكو سود دي كشمير، كتمتد لنا من شمال ديال باكستان حتى الجنوب ديال كشمير. Pour déterminer les étapes de formation de cette chaîne de montagne, من أجل تحديد المراحل ديال تشكل هذه السلسلة الجبلية، des études ont été menées sur les caractéristiques tectoniques et pétrographiques de la zone Karakorum. Donc, هنا مجموعة من الدراسات تمت على الخصائص التكتونية والصخرية ديال هذه المنطقة ديال هذا الجبل ولا هذه السلسله الجبليه ديال الكركارو. قالوا لنا لو دوكيمون 1 بريزونت اون كارت سامبليفيه دو لا زون اتيدي، الوثيقه واحد تمثل خريطه مبسطه للمنطقه المدروسه. دونك عطاونا تما الوثيقه واحد، وقالوا لنا السؤال اون سو بازون سور لو دوكيمون 1، باعتمادك على الوثيقه واحد، ديجاجي دو زانديس مونترون كو لا ريجون اتيدي ا كونو دي سيرتان كونو دي كونترينت تكتونيك كومبريسيف. قالوا لنا بالاعتماد على وثيقة واحد استخرج لنا جوج ديال المؤشرات اللي كيبينوا بلي هذه المنطقة المدروسة تعرضت لواحد مجموعة ديال القوات تكتونية انضغاطية، وكذلك اي دو زوتر زانديس انديكون كو لا ريجون ا كونو اون كوليزيون بريسيدي باغ اون سوبدكسيون، وكذلك جوج ديال المؤشرات اللي كيدلوا بلي المنطقة المدروسة تعرضت لواحد الاصطدام، سلسلة ديال الاصطدام مسبوق بواحد التمر سوبديكسيون التمر. الوغ نشوفوا هاد الوثيقه اللي عطاونا باش نستخرجوا من هاد المؤشرات. دايور قالوا لنا ديجاجي لي زانديس دو زانديس، دونك هاد المؤشرات هادو خصني نكون انا ديجا قاريهم في الكور، خصني نكون عارفهم، ما يمكنش انا نكون ما عارفش لي زانديس وغادي غنبدا نشوف الوثيقه وغادي نستخرج منها، راه امبوسيبل. دونك خصني راه ديجاجي دو زانديس، دونك انت عارف لي زانديس ولكن غير اون فوا غتشوفهم هنا غتعرف باللي راه عندك يا اما سوبديكسيون يا اما اوبدكسيون يا اما كوليزيون، دونك على حسب، يا اما عندك دوك لي كونترانت تكتونيك كومبريسيف ولا العكس، دونك على حسب، دونك خصك انت ديجا عارفهم، ما يمكنش انت ما عارفهمش وغتجي غتبقى تشوف الوثيقه. دونك حنا غنحاولوا نقراو هذه الوثيقه هذه باش توضح لنا الامور. دونك هنا بالنسبه لهذا الشق، هذا النص اللي على اليسار ديال الوثيقه واحد، دونك شنو عندنا هنا؟ عندنا قالوا لنا هنا لازي اسيا، وعندنا الهند اللي هي الهند. دونك المنطقه المدروسه قالوا لنا هي هذه، ها هي لو كاركاروم، وهنا التكبير ديال هاد المنطقة هو عاود كبرنا هنا، مفهوم؟ كبرنا هنا، نجي نقراو المفتاح شنو عندنا هنا. عندنا هنا هذا عندنا اللي هو لو غرانيتويد، عندنا هذا سو سون دي روش بلوتونيك، عندنا لو ميغماتيت اللي هو هذا، باردون الغرانيتويد راه هو هذا، باردون ميغماتيت هو هذا، روش ميتامورفيك اللي هما هادو صخور متحولة، لي زون دو سيتور اللي هي المنطقة اللي قلنا كتكون بين خلال الاختفاء ديال واحد المحيط، هي هادي. عندنا هنا لو كومبلكس ميتامورفيك دو كاركاروم، وهذا سي ام كا. عندنا لي شوفوشمون اللي عندي هنايا، عندي كذلك هنايا، عندي فاي انفيرس اف كا، فاي انفيرس اللي هي هادي فالق معكوس. Donc, on a extrait la première chose deux indices montrant que la région étudiée a connu des contraintes tectoniques compressives. Donc, la zone المدروسه قلنا هي لو كاركاروم. Donc, اول حاجه المنطقه المدروسه فين كتواجد لينا؟ كتواجد لينا فين؟ في المنطقه ديال التجاوب ديال جوج ديال الصفائح، لا بلاك انديان
ولا بلاك ازياتيك، المنطقه المدروسه هي المنطقه المدروسه كتواجد ليا في واحد في بين التجاوب ديال جوج ديال المناطق، ديال جوج ديال الصفائح اللي قاريه، لا بلاك ازياتيك ولا بلاك انديان. دونك هذه كدل على انه عندي واحد القوى انضغاطيه هنايا. المؤشر الثاني اللي كيدل على وجود هذه القوى الانضغاطيه اللي هو لا بريزونس ديال لي ديفورماسيون تكتونيك، النوع ديالهم لي شوفوشمون ولي فاي انفيرس، وجود واحد التشوهات تكتونيه اللي كتكون نتيجه القوى الانضغاطيه، القوى التكتونيه الانضغاطيه، وعندنا لي شوفوشمون عندنا لي فاي انفيرس. دونك هادو بجوجهم سو سون دي زانديكاتور ديال لي كونترانت تكتونيك كومبريسيف ولا ديال لي فورس تكتونيك كومبريسيف. دونك هذا اول حاجه. ثاني حاجه دابا سالينا مع هاد لي زانديس اللي كيبينوا لينا بلي هاد المنطقه كان فيها كان فيها واحد مجموعه ديال القوى انضغاطيه تكتونيه انضغاطيه. المؤشر الثاني اللي قالوا لنا جدوا لنا واللي هو خصني نجبد لهم بلي هاد المنطقه هادي اكونيو اون كوليزيون، فيها واحد السلسله ديال الاصطدام، فيها واحد الاصطدام مسبوق بسوبديكسيون. بداو بالسوبديكسيون لانه هو الاول اللي كيكون. الوغ سوبديكسيون شنو كتميز لنا السوبديكسيون؟ السوبديكسيون هي التمر، يعني كيكون عندي الانغراز ولا الانغماس ديال واحد الغلاف صخري اللي قاري اللي محيطي تحت واحد الغلاف صخري اللي قاري. كيكون عندي الصفيحه المحيطيه كتنغرس ليا تحت الصفيحه القاريه، مفهوم؟ دونك شنو اللي كيدل ليا على هاد الانغراس هذا؟ شنو اللي كيدل ليا على هاد الانغراس؟ الوغ هذاك الانغراس ما عمرو كيكون كلي، ديما كيبقى واحد الجزء من هذوك الصخور اللي كينتميو ليا الغلاف الصخري المحيطي، كيبقى لي واحد الجزء منه. هذاك الجزء هو اللي كيدل ليا على كيدل ليا على وجود واحد السوبديكسيون، على وجود واحد التمر. هنا في الوثيقه شنو اللي كيدل ليا على هاد التمر هذا؟ كيدل ليا على كيدل ليا عليه اول حاجه اللي هي هاد لا سيتور، اللي هي هاد لا سيتور هادي، دونك بريزونس ديال السيتور، والبريزونس كذلك ديال الميغماتيت والغرانيتويد. دونك هادو كلهم بثلاثه سو سون دي زانديكاتور ديال كي مونتر كو هاد لا ريجيون هادي ا كونو اون كوليزيون بريسيدي بار اون سوبديكسيون. مفهوم؟ هادو كلهم مؤشرات انا غادي نعطيهم لكم مكتوبين وغنفسروهم بالتفصيل، ديجا راه فسرناهم في الكور. الوغ قلنا اول حاجه لي زانديس كي مونتر كو لا ريجيون دو كاركاروم ا سوبي دي كونترانت تكتونيك كومبريسيف، قلنا بلي هاد المنطقه ديال كاركاريم كتواجد ليا في واحد المنطقه ديال التجاوب ديال جوج ديال الصفائح، لا بلاك ازياتيك ولا بلاك انديان. ثاني حاجه لا بريزونس ديال لي فاي انفيرس، لا بريزونس دو شوفوشمون، دونك وجود الفارق معكوس، فوارق معكوسه وجود هاد لي شوفوشمون. كذلك حتى لي ناب دو شارياج حتى هما راه من بين لي زانديكاتور ديال هاد لي فورس تكتونيك كومبريسيف. ثاني حاجه قالوا لنا جبدوا لنا دو زانديس انديكون اون كوليزيون بريسيدي دون سوبديكسيون، دونك قلنا اول حاجه لا بريزونس دون سوتور. الوغ علاش قلنا بلي هاد لا سوتور هادي تان انديس اون فافور دون كوليزيون؟ الوغ عندنا هاد الوثيقه هادي ولا الرسم التخطيطي اللي تيعطينا لي ديغنيغ زيتاب دو لا فيرماتور دان اوسيون، اللي هما اخر مراحل ديال انغلاق واحد المحيط القديم، ان باليونسيون ولا ان اونسيان اوسيون. دونك عندي تما لي دو بلاك الصفيحتين القاريتين بجوج، دونك وكيبقى عندي وسط منهم واحد لومبو ديال لاكروتوسياني، كيبقى عندي واحد شويه كيبقى محبوس، واحد شويه من الغلاف الصخري اللي قاري تيبقى محبوس، تيبقى محبوس ليه بين الصفيحتين، لان ان سارتان مومون لا سوبديكسيون كتحبس، وماشي كاع الغلاف الصخري كله كينغارس ليا تحت الغلاف الصخري المحيطي، ماشي كله كينغارس ليا تحت الغلاف الصخري القاري، كيبقى واحد الجزء. هذاك الجزء فاش تتوقع لينا لا كوليزيون، الاصطدام ديال هذوك الصفيحتين بجوج، تيبقى عندي واحد شويه ديال الغلاف الصخري المحيطي تيبقى محبوس، il reste emprisonné entre les deux plaques. او دونك il forme une suture ophiolitique، وداك الشيء علاش قلنا باللي suture ophiolitique راه انديكاتور ديال une collision précédée par une subduction. هادشي هذا ديجا فصلنا فيه في الدرس. لأنه كما قلنا في الكور، au niveau des chaînes de collision souvent des portions de croûte océanique des fois la lithosphère océanique forment une mince bande d'ophiolite. Donc la présence de la suture est un indice de collision. La fermeture d'un paléocéan. Donc là, à la mustawa, c'est la cible de l'estridam. Ghaliban, qui est
لواحد الجزء من الغلاف الصخري المحيطي تيبقى حاصل ليا، وكيف كيكون ليا واحد الطبقة ديال الأوفيوليت اللي كتكون صغيرة. والأوفيوليت حنا قلنا هو واحد المجموعة ديال الصخور اللي تيبيكمان كتنتمي ليا لا ليتوسفير أوسيني، كتنتمي ليا الغلاف الصخري المحيطي. دونك هذا كيدل على إلا لقيت هاد لا سيتور هادي كنقول بلي اوتوماتيكمون بلي كان عندي هنا سوبديكسيون، اون سوبديكسيون سويفي دون كوليزيون، واحد الضمر متبوع باصطدام. والمؤشر الثاني اللي عطيناه واللي هو لا بريزونس ديال لي غرانيتويد، وعلاش قلنا بالضبط بلي لي غرانيتويد تيمواني كيليا اون اونسيان سوبديكسيون، علاش قلنا بلي هاد الصخور هادو كيدلوا على وجود واحد الضمر لي قديم. الوغ فاش هضرنا على لا 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 هضرنا على السوبديكسيون، قلنا من بين لي كاركتيريستيك ديالهم هما لي فولكان ديزيتيك، وقلنا هذيك لي فولكان تيجي ليا من الماغما، تيجي ليا من لا فيوزيون بارسيال ديال لي بيريدوتيت، وقلنا هذاك الماغما واحد البارتي فيه تطلع ليا لا سيرفاس دونك تعطيني واحد الفولكانيزم اكسبلوزيف، واحد الجزء كبير من هذاك الماغما تيتعرض لواحد تبريد في الاعماق، واحد تبريد في الاعماق وهو اللي تيعطيني واحد الصخور اللي قلنا كنسميهم صخور بلوتونية اللي قلنا دو تيب غرانيتويد. دونك هذا بالنسبة للمؤشر ديال الغرانيتويد علاش استعملناه هنا. من بعد عطاونا واحد المعلومات اللي هما لو كومبلكس ميتامورفيك دو كاركاروم اي كاركتيريزي بار لا بريزونس دو غنايس ار 2 ريزولتون دو ترانسفورماسيون ميتامورفيك دو لا روش دو باراغنايس ار 1. قالوا لنا هذاك المركب ديال الصخور المتحولة اللي كاينين في هذه المنطقة ديال الكاراكاروم، قالوا لنا كيتميز لينا بوجود الجنيس اللي هو الصخرة ار 2 ار 2 اللي كيكون نتيجة التحول ديال الصخرة باراغنايس اللي هي الصخرة ار 1. وقالوا لنا لو دوكيومون 2 بريزونت لا كومبوزيسيون مينيرولوجيك دي دو روش ار 1 اي ار 2، الوثيقه جوج تبين المحتوى المعدني ديال الصخرتين بجوج ار 1 و ار 2 الباراغنايس والغنايس، اي لو دوكيومون 3 مونتر لو تراجي دو بريسيون اي دو تمبيراتور دو لا فورماسيون دو سي دو روش، والوثيقه 3 تبين المسار ديال الضغط ودرجه الحراره اللي تعرضوا لها ولا اللي ادت لتشكل هاد الصخرتين بجوج الباراغنايس R1 ou le Gneiss R2. سؤال يعطونا en se basant sur les données du document 2 باعتماد المعطيات ديال الوثيقه جوج décrivez les variations minéralogiques observées lors du passage du paragneiss au gneiss، صف لنا التغير المعدني الملاحظ اثناء الانتقال من صخره واحد اللي هي الباراغنايس للصخره جوج اللي هي الجنايس. الوغ قالوا لنا بالاعتماد على المعطيات ديال الوثيقه جوج، دونك هادي ها هو السؤال، قالوا لنا en se basant sur les données du document 2 ماشي ما ديك المعطيات ديال الوثيقه جوج. الوغ الوثيقه جوج هي هادي، دونك عطاونا فيها الجدول هذا اللي كيدير لنا مقارنه بين الصخره واحد اللي هي الباراغنايس والصخره جوج الجنايس، مقارنه بين مختلف المعادن اللي كيتواجدوا ليا في هاد الصخرتين بجوج. الوغ المعادن اللي درنا لهم الدراسه هما الكوارتز، البلاجيو كلاس، البيوتيت، الميسكوفيت، الكونات، ديستين وسليمانيت. الوغ قالوا لنا ببساطه ببساطه شنو اللي كان عندي اللي كاين عندي في هاد الجنايس الباراغنايس وما عنديش في هاد الجنايس، وشنو اللي عندي في هاد الجنايس وما عنديش في هاد الباراغنايس. وطبيعة الحال الانتقال غنحترمو فيه المنطق لأننا انتقلنا من الباراغنايس للجنايس، ما نقولش العكس. دونك منين كننتقلو من صخرة واحد شنو كيختفي ليا وشنو كيبان ليا باش باش تولي عندي هاد الصخرة جوج اللي هي الجنايس. الوغ إيغ أن بجوج كان عندهم فيهم هنا هاد لي سين هادو بلوز أو موان، دونك لو نومبغ دو سين بلوس انديك لو دوغري دابوندونس دو مينيرال، قد ما كان عندي زائد كتير يعني أنه لا هذاك لو مينيرال هذاك المعدن راه لي ابوندون راه وافر موجود بوفره في هذه الصخره هذه، وهاد الاشاره ناقص انديك لابسونس دو مينيرال يعني ما عنديش هذا المعدن في الصخره. دونك بالنسبه للكوارتز بجوجهم الصخرتين بجوج ار 1 و ار 2 عندهم ابوندونس ديال الكوارتز، بجوجهم فيهم نفس الكومبوزيسيون ديال البلاجيو كلاس. بالنسبه للبيوتيت كنلقاه لي تري ابوندون في البلاجيو كلاس مي لي موان ابوندون في الجنايس. بالنسبه لنا الميسكوفيت عندهم، الكرونا عندهم، ديستين كاين في باراغنايس مي اون نوت لابسونس ديال الجنايس ديال الديستين في الجنايس، سليمانيت ما كاينش عندي في باراغنايس وعندي في الجنايس. دونك ببساطه غنقولوا اثناء انتقالنا من صخره واحد اللي هي الباراغنايس لصخره اير جوج شنو عندي؟ عندي انخفاض في الوفره ديال البيوتيت، شو عندي هنا ثلاثه ديال الزائدات وهنا جوج زائدات، دونك انخفاض في الوفره ديال هاد المعدن ديال البيوتيت، وكذلك
اش اختفاء ديستان، اختفاء معدن ديستان وظهور سيليماني عند الكنايس ببساطه، ما جبت حتى حاجه من راسي. دونك كنقولوا اون لون دي باغ كنايس فيغ الكنايس. اشنو عندنا؟ اون كونستات كيل يا اون ديمينيسيون دو لابوندونس دو بيوتيت، عندنا واحد الانخفاض في الوفره ديال البيوتيت. وعندنا كذلك لا اش لا ديسباريسيون دي ديستين، غير ما بقاش عندي هاد الديستين في الكنايس، وعندي كذلك لاباريسيون دي سيليمانيت. دونك هذا كجواب على السؤال اللي عطاونا. السؤال اللي عطاونا ببساطة قالوا لنا ديكريفي، غير صيف لنا التغير المعدني الملاحظ أثناء الانتقال من الباراغنايس للكنايس، من هاد الصخرة واحد للصخرة جوج. مفهوم؟ سؤال 3 قالنا اون سو بازون سور لي دوني دو دوكيمون 3، دابا غنعتمدوا على الوثيقه 3. ديتيرميني لي كونديسيون دو بريسيون اي دو تمبيراتور، حدد لينا الظروف ديال الضغط ودرجه الحراره بيرميتون لا فورماسيون دي دو روش ار 1 ار 2 اللي اداو لتشكل ديال الصخرتين ار 1 و ار 2 باراغنايس والغنايس. بوي اكسبليكي لي شونجمون مينيرالوجيك اوبسيرفي لور دي باساج دي باراغنايس او غنايس. بعد منها فسر لينا التغير المعدني الملاحظ اثناء الانتقال من صخره ار 1 الباراغنايس للصخره ار 2 الغنايس. الوغ قالنا بالاعتمادك على المعطيات ديال الوثيقه 3، دونك هذه هي الوثيقه 3، هي دوكيمون 3 وثيقه 3. دونك عطاونا هنا لي كونديسيون ديال فورماسيون ديال الصخرتين ار 1 و ار 2، عطاونا هنا لي تيب دي ميتامورفيز لي ممكن يوقعو لنا. دونك ميتامورفيزم دو هوت بريسيون اي باس تمبيراتور، هنا دوك المختلف ديال الانواع ديال التحول. عطاونا الصخور لي هما المعادن عفوا الاندالوزيت سيليمانيت و الديستان. الوغ بالنسبة نبداو بعدا بلي كونديسيون دو فورماسيون ديال الصخرة الأولى إيغ أن. فاش كنقول لي كونديسيون دو فورماسيون كنقصد بهم يعني الضغط اللي تشكلت لنا فيها الصخره واحد ودرجه الحراره اللي تشكلت لنا فيها الصخره واحد. دونك ببساطه شنو كنمشي ندير؟ كنمشي ندير اش اسقاط ديال هاد النقطه ديال اخ 1 الصخره واحد، كنسقط على المحور ديال لا تمبيراتور، وكنسقط على المحور ديال المحور ديال التمبيراتور عفوا هو هذا، وكنسقط على المحور ديال البريسيون الضغط هو هذا. مفهوم؟ ونقدر نجبد حتى البروفوندور اللي هو الاعماق اللي عطاوني لنا الاعماق بالكيلومتر ديال فين تشكلت لنا هذيك الصخره. الوغ بالنسبه لاخ 1، الوغ الا درت الاسقاط على هذا المحور ديال البريسيون شحال غيخرج ليا الظروف ديال تشكلت ليا فيها الصخره واحد ديال البريسيون اللي هي 1.1 جيجا باسكال. اما بالنسبه للتمبيراتور تقريبا غتكون عندي 1750 تقريبا، هي هنا تقريبا 1750 750 درجة سيلسيوس، 750 درجة سيلسيوس. أما بالنسبة للصخرة الثانية اللي هي إغ دو، إغ دو شوف عندي إغ دو تشكلت ليا في واحد الظروف تقريبا نقولو ديال 0.4 ديال الضغط 0.4. فاش غنديرو البروجيكسيون الإسقاط على المحور ديال البريسيون تخرج لنا 0.4، وعلى المحور ديال درجة الحرارة تخرج لنا واحد 650، 650. هذا الشق الأول من السؤال. دابا نعطيكم القيم مضبوطة. الشق الثاني من السؤال شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا اكسبليكي لي شونجمون مينيرالوجيك اوبسيرفي لور دي باساج دي باراغنايس او غنايس، فسر لنا هذاك التغير المعدني الملاحظ اثناء الانتقال من الصخره الاولى ار 1 لانتقال الصخره الثانيه ار 2. الوغ اثناء انتقال الصخره ولا التفسير ديال علاش يعني داك التغير المعدني فاش انتقلنا من الصخره واحد اللي هي الجنايس الصخره الباراغنايس الصخره ار 2 اللي هي الجنايس. الوغ شوف عندي في الاول ار 1 كانت عندي في واحد البروفوندور اللي تقريبا واحد اعماق ديال تقريبا 320 كيلومتر. دونك باش يدي التشكل ديال ار 2 شنو خص يوقع ليا؟ خص يوقع ليا لا غومونتي ديال هاد الصخره ار 1. دونك خص تطلع ليا هاد الصخره واحد. دونك اول حاجه طلعت عندي هاد الصخره ار 1 طلعت ليا من الاعماق، واحد الدائره الجيولوجيه ادت الى انه صعود هاد الكتل الصخريه اللي عندي هنايا طلعت ليا للفوق، ماشي للفوق كاع للسطح، وانما طلعت ليا واحد الاعماق اللي منخفضه. راه مشينا من 320 تقريبا كيلومتر 310 كيلومتر، شفت حتى طلعنا تقريبا واحد 120 كيلومتر. مفهوم؟ دونك عندي واحد الفرق كبير. وكذلك شنو الملاحظ عندي؟ ملاحظ عندي انخفاض بعد هاد الغومونتي ديال الصخره اير واحد. شنو ادى؟ ادى الانخفاض ديال البريسيون، راه مشينا من 1.1 ل 0.4، دونك انخفاض ديال البريسيون. وكذلك اش؟ كذلك
انخفاض كبير في البريسيون، وواحد الانخفاض اللي قليل في درجة الحرارة، مشينا من 750 تقريبا ل 650، دونك انخفاض كبير في البريسيون وانخفاض قليل في درجة، واحد الانخفاض اللي طفيف في درجة الحرارة. هذا ادى اش؟ ادى الاش الانخفاض عفوا فاش في الانخفاض كما قلنا هنا في البيوتيت، انخفاض في الوفرة ديال بعدين البيوتيت، وشنو وشنو او غياب ولا اختفاء ديستين، اختفاء معدن ديستين اللي هو هذا، او ظهور، ظهور اش؟ ظهور معدن سينيمانيت، ظهور معدن سينيمانيت. مفهوم؟ هذا بالنسبه للتفسير، حنا غادي نعطيو لكم مكتوب. Donc, j'ai le français écrit. Les conditions de pression et de température permettant la formation des deux roches R1 et R2. Zorof diel d'art ou d'arrache l'harara les dates de chkoul diel s'kharatin bjouj. Je me suis dit que j'ai une autre pression. واحد الضغط مرتفع اونفيرون 1.1 جيجا باسكال، واحد فاصله واحد جيجا باسكال، واحد درجه الحراره اللي متوسطه اونفيرون 750 دوغري سيلسيوس. ما بالنسبه للصخره ار 2 عفوا، قلنا عندي باس بريسيون، واحد الضغط اللي منخفض اونفيرون 0.04 جيجا باسكال، حوالي 0.4 جيجا باسكال، اي مويان تمبيراتور اونفيرون 650 دوغري سيلسيوس، واحد درجة الحرارة اللي متوسطة حوالي 650 دوغري سيلسيوس. دونك ك معلومة كيعطيو لينا، إذا كان عندي واحد الفرق ديال 20 دوغري سيلسيوس واحد الفرق ديال 0.2 جيجا باسكال، راه ماشي مشكل، ما يمكنش انت تجيب هاد القيم مضبوطة 100%. دونك إذا كان عندك واحد الفرق ديال 20 دوغري سيلسيوس واحد الفرق ديال 0.2 باسكال، راه ماشي مشكل. بالنسبة ليزيكسبليكاسيون اللي هما التفسير على التغير المعدني اثناء الانتقال من لا غوش اغ 1 اللي هي الباراغنايس لغوش اغ 2 اللي هي الجنايس. دونك قلنا اول حاجه لا غومونتي دو لا غوش اغ 1، صعود ديال الصخره واحد، دونك عندي واحد انخفاض في العمق، ديمينيسيون دو بروفوندور. شنو ادى؟ ادى الفورت ديمينيسيون دو لا بريسيون، واحد انخفاض كبير في الضغط، انتقلنا من 1.1 ل 0.4 افيك ليجير ديمينيسيون دو لا تمبيراتور، لواحد الانخفاض طفيف في درجه الحراره. هذا ادى قلنا الاختفاء ديال معدن ديستين وظهور معدن سيليمانيت. من بعد منها عطاونا واحد المعطى اللي كيقول لنا لو دوكيومون 4 الوثيقه 4 مونتخ لي زيتاب دو فورماسيون دو كاراكاروم سولون لو موديل بروبوزي باغ لي مينسيير. الوثيقه 4 كتوضح لنا مختلف المراحل ديال التشكل ديال هاد السلسله الجبليه كاراكاروم، قلنا حسب واحد الاقتراح اللي عطاه لنا واحد العالم اللي كيتسمى لي مينسيير. دونك عطاونا هاد الوثيقه هادي، تما فيها من قبل 100 مليون سنه، قبل 85 مليون سنه، قبل 45 مليون سنه، وقبل 10 مليون سنه. دونك عطاونا مختلف الاحداث المبينه تما في الوثيقه. السؤال اللي عطاونا الرابع والاخر سؤال عندنا في هذا التمرين هذا وفي هذا الامتحان هذا، اون اكسبلواتون لي دوني بريسيدونت باستغلالك المعطيات السابقه اي لو دوكيومون 4 والوثيقه 4، ريكونستيتوي ليستوار جيولوجيك دو لا شين دو مونتان دو كاركاروم اون بريسيزون لا ريلاسيون انتر لا فورماسيون دي غنيس اي لوروجينيس دو سيت شين دو مونتاني. قالوا لنا باستعمالك المعطيات السابقه، باستغلالك المعطيات السابقه والوثيقه 4، استرجع التاريخ الجيولوجي لهاد السلسله الجبليه ديال كاراكاروم، و حدد لنا العلاقه بين تشكل ديال الجنايس ونشاه هاد السلسله الجبليه. الوغ الا شفنا الوثيقه 4 شنو كيبان لنا؟ قبل 100 مليون سنه، قبل 100 مليون سنه شنو قلنا؟ شنو غيبان ليا؟ دونك عندي ديغولمون دون سوبديكسيون دو لا ليتوسفير اوسيانيك سوا لا ليتوسفير كونتينونتال، عندي الطمر ديال الصفيحه ولا الغلاف الصخري المحيطي تحت من الغلاف الصخري القاري ديال كاركاروم، دونك ديال هاد الكاركاروم. وكذلك شنو كيبان ليا؟ عندي سوبديكسيون انترا اوسيانيك سو ليفي دي كونترانت تكتونيك كومبريسيف، وعندي كذلك واحد الطمر داخل المحيط نتيجة واحد الكتل صخرية بركانية تما. دونك عندي جوج ديال لي سوبديكسيون، سوبديكسيون الاول راه كيبان لكم جوج ديال الاغلفة، جوج ديال لي كروت اوسيانيك، جوج ديال القشر المحيطية اللي هابطين لتحت. دونك عندي جوج ديال لي سوبديكسيون، هادشي قبل 100 مليون سنة. من بعد
بعد قبل 85 مليون سنة. شنو عندي؟ كنلاحظ بلوكاج دو لا سوبدكسيون سو لا ليتوسفير كونتيننتال دو كاراكاروم اي كوليزيون انتر لو بلوك روشو ماغماتيك افيك لو كاراكاروم. كنلاحظو بلي عندي تحبسات ليا السوبدكسيون. وشنو بان ليا؟ تحبسات ليا السوبدكسيون الاولى، وبدات عندي هاد المرة بدات عندي واحد كوليزيون، بدا عندي واحد الاصطدام بين اش وبين اش. ما عنديش تما شي صفيحه قاريه، عندي صفيحه الاولى كاركاروب، ولاني عندي واحد المجموعه ديال الكتل الصخريه اللي جايه من البركان. دونك كتل صخريه بركانيه، كتل صخريه بركانيه. دونك عندي وقع عندي واحد الاصطدام بين هذوك الكتل الصخريه البركانيه مع هذاك الصفيحه القاريه ديال كاركاروب. مفهوم؟ وبطبيعه الحال هذا الاصطدام هذا مصاحب مجموعه ديال التشوهات التكتونيه، ومصاحب كذلك بالتشكل ديال الغرانيتويد. دونك سيت كوليزيون اي اكومباني بار دي ديفورماسيون تكتونيك اي فورماسيون دي غرانيتويد. قبل 45 مليون سنه شنو لاحظنا؟ هذه المره هذه غيتحبس لينا هذاك التمر الداخل المحيط، بلوكاج دو لا سوبدكسيون انتراوسينيك. دونك شوف ليا، ما بقاش عندي قبل 45 مليون سنه، صافي ما بقاش عندي شي تمر في المحيط الداخل، ما بقاش عندي شي تمر بين محيطي. شنو ولا عندي؟ ولا عندي نوتر فوا هاد المره كوليزيون، اصطدام واحد اخر. ولكن هاد المره بين اش؟ هاد المره بين لو كونتينون انديان و لو كاركاروم. عندي بين اصطدام بين القاره الهنديه وهاد الكاركاروم. alors cette collision est accompagnée par l'enfouissement des roches préexistantes et formation du paragneiss R2 à la profondeur dans des conditions de haute pression et moyenne température. Donc, l'estridam est le gnabin safiha al-hindiya ou bin al-karkarum. Donc, da, ou la kan moussahab, bin ghiras diel, wahad mjmoua diel sukhour li deja kant moujouda, ou tashkoul diel sakhra erjouj liya, sakhra l'oula liya al-paragneiss, ou في الاعماق بطبيعه الحال في واحد الظروف اللي قلنا ديال هوت بريسيون و مويان تمبيراتور، في واحد الظروف ديال الضغط مرتفع وحراره متوسطه. واخر حاجه عندنا هي قبل 10 ديال مليون سنه، غنقولوا لا بورسويت دي كونترين تكتونيك كومبريسيف انجندري لا فورماسيون دو لا شين دو مونتاني دو كاركاروم افيك شوف دي شوفوشمون اون رومونتي دو باراغنايس اي سا فورماسيون et sa transformation au gneiss. Donc ngolo استمرار هذوك القوى التكتونيه الانضغاطيه ادى الى ظهور هذوك السلسله الجبليه ديال كاركاروم اللي كنقراو فيها احنا دابا، و ظهور مجموعه من التشوهات التكتونيه وصعود هذاك الباراغنايس من الاعماق صعود للفوق لا رومونتي ديال الباراغنايس والتحول ديالو للجنايس sous une basse pression et une moyenne température à faible profondeur. Ou la transformation de la paragneiss, le transformation de la paragneiss en gneiss, تحتاج تأثير واحد الضغط اللي منخفض وواحد درجة الحرارة اللي متوسطة، طبيعة الحال في واحد العمق اللي منخفض. هكا غنكونوا ساين الإجابة ديال هاد التمرين هذا. دونك هادشي هذا ديجا شفناه في الكور بالتفصيل الممل، داكشي علاش دس عليه غير بالزربة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى لاحظتوا راه شحال من امتحان خدمنا، دونك نفس الحاجة كتعاود نفس الحاجة ديما، هاد لي زيتاب مراحل تيخليهم مع الآخرين. في الأول تيعطيوك قارن جبد ليا لي زانديس ديال يا إما سبديكسيون يا إما ديال أوبدكسيون يا إما ديال كوليزيون. من بعد كيقول لك في السؤال الثاني ولا الثالث تعطيني لي كونديسيون دو فورماسيون ديال شي صخرة، جبد ليا الفرق بين الصخرة كذا والصخرة كذا. دونك نفس الشيء كيتعاود في جميع الامتحانات الوطنية. المهم حتى هنا نتوقفوا، سالينا هاد الامتحان ديال 2017 الدورة العادية، غندوزو دابا 2017 الدورة الاستدراكية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.